نأتي الآن إلى بعض الأحاديث إخواني وأخواتي. في الحقيقة يعني عرضنا عن بعض الآيات، لسه أنه يصبح الموضوع متطول جدا. نأتي إلى الحديث، وعدتكم بحديث أبي سعيد الخدري الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في سنده. هذا السند الذي أخرجه به أحمد سند الجماعة، يعني السند أخرج به البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وأخرج به أحمد جملة أحاديث أخرجوا به رجاله رجال الجماعة إلا الإمام أحمد، وأحمد هو من هو أستاذ البخاري، له المنتهى في الجلالة، إليه المنتهى في الجلالة، والإمام والحفظ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، السورة الكريمة، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها، إنه كان توابا، وقال: الناس حيز وأنا وأصحابي حيز. خلاص من اليوم في مفاصلة يعني صارت، ما فيش واحد بعدين يقول نلتحق بكم حنصير معاك ومع أصحابك، لا أنت خلاص. كأنه يقول هذا حد الصحبة، الصحبة الشرعية التي أعتبرها ويعتبرها الله، اليوم انتهت. الناس حيز وأنا وأصحابي حيز، وقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. واحد يقول لي واضح، معناها سورة النصر نزلت بعد فتح مكة، غير صحيح، هذه نزلت قبل الحديبية، سورة النصر نزلت قبل الحديبية. قال بهذا عبد الله بن عباس، وقال بها الإمام ابن الضريس، عنده كتاب في المصاحف وترتيب السور مهم جدا ومعتمد هذا الإمام، كل من قرأ في التفسير علم القرآن، اسمه إيه؟ الإمام ابن الضريس، توفي في آخر المئة الثالثة أعتقد 295 للهجرة، الإمام ابن الضريس والإمام الداني رحمة الله عليهما، اتفق الاثنان على أن هذه السورة نزلت قبل الحديبية، نزلت قبل الحديبية. نعم. هذه السورة نزلت أنا قلت قبل الفتح، قبل قبل الفتح، وقلنا سورة الفتح نزلت قبل بعد الحديبية مباشرة، ولذلك تكون سورة النصر في الأرجح نازلة قبل قبل الحديبية، لأنه الفتح نزلت بعد الحديبية مباشرة. وسورة النصر في قول هؤلاء وغيرهم جماعة من العلماء قالوا نزلت قبل قبل سورة الفتح، والفتح بعد الحديبية، فيترجح أن سورة النصر نزلت قبل قبل الحديبية. نكمل إن شاء الله بعد بعد فاصل قصير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. إذن سورة النصر أيها الإخوة يترجح أنها نزلت قبل الحديبية، يعني قبل فتح الحديبية، وهذا ذهب إليه ابن عباس وعكرمة والحسن البصري ومقاتل، وكما قلنا ابن الضريس والإمام الداني رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين، كلهم اتفقوا على أنها نازلة قبل سورة الفتح، والفتح نزلت بعد الحديبية مباشرة، فيترجح أن النصر نزلت قبل قبل الحديبية أو زامنتها، أو فتكون إرهاصاً بالفتح الكبير أو الفتح الأعلى الذي هو فتح الحديبية، كما قال البراء بن عازب: أنتم تعدون فتح مكة هو الفتح، وإنه لفتح، ولكن هم يرون أي الصحابة أن الفتح هو فتح الحديبية. تمام. فالآن ما المقصود؟ المقصود هل يجوز أو يسوغ أيها الإخوة أن نجمع بين حيزين ماز رسول الله بينهما وفرق؟ النبي قال: الناس حيز وأنا وأصحابي حيز، ولا هجرة بعد الفتح. هذا كما قلت لكم سيأتيكم خبر بسند صحيح رجاله رجال الجماعة، يترجح به إن شاء الله تعالى أن أن الفتح هو فتح الحديبية. النبي قال هنا، هتقولي بس هو قال يوم فتح مكة، قلنا وصح عنه أنه قال لا هجرة بعد الفتح، فيكون قالها لمناسبة اقتضت ذلك، وإلا فالفتح الأعظم هو فتح الحديبية. فهل يجوز أن نجمع بين حيزين فرق الرسول بينهما؟ أبداً. ولذلك أيها الإخوة لما حدث أبو سعيد بهذا الحديث في حضرة من؟ في حضرة مروان ابن الحكم. الآن عرفتم من هو مروان ومن الحكم أبوه، حكم
ابن أبي العاص أو العاصي، ابن أمية بن عبد شمس، عم سيدنا عثمان رضي الله عن عثمان وأرضاه، وأبعد الله الحكم هذا وابنه مروان هذا، يروى عنه في كتبنا، قال لك ثقة هذا مروان، ثقة إيش هذا؟ هذا مصيبة، ابن مصيبة الرجل هذا، أبوه مصيبة وهو كارثة. كيف توثقون قاتل طلحة إيه ابن عبيد الله؟ أنا أستغرب والله يا أخي، كيف توثق رجل قتل أحد العشرة المبشرين بالجنة طلحة ابن عبيد الله؟ وتعرفون لما قتله؟ طبعا قتله في الجمل، قتله لما اقتنع طلحة أنه إيش؟ ظالم للإمام إيه؟ ظالم للإمام علي، وأنه أعطاه إيه صفقة يده وثمرة قلبه، ثم نكث العهد، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. ذكره الإمام علي وعاد مباشرة. شوف ولذلك يسألونني، وقع لي السؤال، طب لماذا يا عدنان لا تفرق، لماذا إيه عفوا أنت تفرق بين طلحة والزبير وعائشة من جهة، وبين معاوية، كما هؤلاء حاربوا معاوية حاربه؟ أقول لهم كيف يا أخي لا أفرق؟ الذي بدر منهم يعني الزبير رضوان الله تعالى عليه، فقط بمجرد أن ذكره الإمام علي بقول الرسول، قالوا أما تذكر يا زبير يوم إيه قال لك رسول الله ونظرت إليه أتحبه؟ فقلت نعم، فقال لك لتقاتلنه وأنت له ظالم. استفاق الزبير، الله، قال له بلى أذكر، وترك مباشرة. هذه فتنة، قال نسيت أنا، فولى فرماه بسهم ابن جرموز لعنة الله تعالى عليه. ابن جرموز قتل الزبير، وبعدين ذكر إلى الإمام علي إيش؟ طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين، ذكروا، فنفس الشيء ترك. مين رمى؟ مروان ابن الحكم ابن أبي العاصي، الوزغ ابن الوزغ، اللعين الذي هو فضض من لعنة الله، لعن الرسول الله أباه وهو في صلبه كما قالت عائشة رضوان الله عليها، قتله يا أخي. قال لك ثقة نروي عنه، لماذا ترون عنه؟ أي ذنب أعظم، أي جرح للعدالة أعظم من أن تقتل إيه؟ صحابياً جليلاً آثر ألا يواصل في الفتنة والخروج على إمام الزمان، وأن ينقض إيه؟ بيعته وعهده يا أخي. ومن نكث فإنما ينقض، لكن هذا علي مش مشكلة، علي ينقض عهده، يخرج عليه، والذين يخرجون عليه يظلون أي ثقات عندنا، والذي يجرحهم هو المجرح عندنا، مش معقول. نسأل الله أن يرزقنا الإنصاف والله العظيم، والعقل والفهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون يا أخوان، حسب الله ونعم الوكيل حقيقة. فهذا مروان بن الحكم كان أمير على المدينة أي أيام معاوية هذا، فأبو سعيد يحدث بهذا الحديث، حديث الناس حيز وأنا وأصحابي حيز، فغضب غضب إيه مروان إيه ابن الحكم، وقال لي أبي سعيد كذبت. لماذا غضب؟ طيب السؤال، لماذا يغضب مروان؟ أقول له كذبت. أحسنت، لأنه واضح الحيلة الأموية، أنه صحابة أصحاب محمد أصحاب رسول الله، وكنا سلة واحدة، بيض في سلة واحدة. الآن هذه الحيلة انكشفت، ما في بيض في سلة واحدة، في النبي وأصحابه حيز إلى الحديبية، انتهى خلاص. بعد الحديبية الآن صار في تصنيف ثاني، إذن معناها في تابعون، وفي قبل الحديبية ماذا؟ مهاجرون وأنصار. هذا يرجح أن الهجرة الشرعية انقطعت بماذا؟ بالحديبية، المسألة التي بحثناها في أول البحث بفضل الله تبارك وتعالى، انتهى. والحديث مرة أخرى استذكره، رواه أحمد بسند رجال، ورجال مين؟ الجماعة، رجال الستة إلا أحمد، وأحمد هو من هو؟ ما في كلام في أحمد رضوان الله عليهم أجمعين. قال له كذبت. وكان إيه في المجلس رافع ابن خديج صحابي، وزيد ابن ثابت بسمعوا قاعدين، قاعدان على السرير مع إيه؟ مع مروان، أنهم عمال لمروان. رافع ابن خديج هذا إيه؟ مولي مروان على إيش؟ على عرافة قومه، هو زعيم قومه يعني. وزيد ابن ثابت رضي الله عنهما جعل له إيه؟ على الصدقة، مهمة مالية كبيرة، جمع الصدقات والزكوات، ومقعدهم على السرير تبعه، سرير إيش؟ الإمارة، ساكتين ما بيتكلموش. فقال أبو سعيد لو شاء هذان لحدثاك. أنا لا أكذب على رسول الله، قال له أتحدث بما سمعت، وهما سمع مثل ما سمعت. قال له كأن أبو سعيد تعمد أن يذكر بهذا الحديث في حضرتهما حتى إيه؟ يقيم الحجة إيه على مروان، ولكن هذا يخشى أن تنزعه عن عرافة قومه، وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. ما ظلش الآن اللي يأتينا من يسب أبا سعيد، كيف يا أبا سعيد؟ طبعا الصحابي جليل الخدري،
خزرجي، كيف أنت تطعن في الصحابة؟ فهو منهم، صحابي جليل، عارف، لأنه الصحابة مش معصومين ومش ملائكة. قالوا نعرفهم، خايفين لأنه في مرتبات وفي أشياء. نسأل الله أن ينزه قلوبنا والله العظيم ونوايانا عن الطمع في الدنيا الخسيسة، فلا نكتم شيئاً من الحق والله العظيم، ولو فوضنا عليه بالدنيا وما فيها. اللهم أمين يا رب، اللهم اجعلنا كذلك جميعاً إن شاء الله، نحن والسامعين. فعند ذا قال، فرفع إيه مروان الدرة ليضرب أبا سعيد، غضب خلاص يعني، بده يضربه. شوف، يضرب الصحابي الجليل، من أنت يا أخي؟ من أنت حتى تضرب أبا سعيد الخدري؟ طبعاً أبو سعيد ممن كان يقدم علياً على سائر الصحابة من الشيعة، يعني ما أنا شيعي رافضي، عنده علي أفضل من أبو بكر وعمر، أفضل واحد علي ما في. وطبعاً يحترم أبو بكر وعمر جداً جداً، لكن هو مذهبه أنه علي هو الأفضل، هذا مذهب 30 من الصحابة على كل حال. فعند ذاك قال صدق، قالوا صحيح كلامه صحيح، خافوا أنه في سؤال عنها يوم القيامة، حشروا أمام الله تبارك وتعالى، ليه سكتوا أنتم؟ وضرب الصحابي الجليل هذا، لماذا لم تشهد بما إيه؟ وطبعاً الآية القرآنية مخيفة جداً في الكتم إيه؟ في كتم العلم، صح؟ فيها لعن، الذي يكتم الحق والعلم يلعنه إيه؟ الله والملائكة والناس أيها الإخوة، يلعنه اللاعنون، ما في كتم. فقال صدق، فقال صدق. والآن بان لكم كما قلت، مش بنصف ذكاء أو بعشر ذكاء، ما الذي أغضب مروان إيه؟ ابن الحكم ابن أبي العاصي، من حديث الناس حيز وأنا وأصحابي حيز، التقسيم والتصنيف. النبي قال تصنيف، ما تقول ليش أنت بس أصحابي، أنت لست من أصحابي، أنت حيز آخر. القرآن ماذا سمى أهل هذا الحيز؟ التابعين. أنت بالتابعين، لا عاد، ها؟ مش بإحسان، سماهم التابعين، ولم يعدهم، لم يقطع لهم بوعد بالجنة ورضوان إلا إيش؟ إن أحسنوا. فوعد الله للتابعين مقيد ماذا؟ بالإحسان. فشوف حالك عاد، شوف كل من أسلم بعد الحديبية، شوف اتباعه بإحسان وكذا. وأول الإحسان مفسر في سورة الحشر، إيش هو؟ حب السابقين الأولين، حب المهاجرين والأنصار، وسلامة القلب عليهم والدعاء والاستغفار لهم، ليس لعنهم ولا سبهم ولا قتلهم ولا خروج عليهم وعلى طاعتهم، صحيح؟ وعلى هذا يحمل وصية رسول الله أيها الإخوة. النبي أوصى هؤلاء التابعين ومن بعدهم بأصحابه من المهاجرين والأنصار خيرا، هكذا النبي أوصى بالمهاجرين والأنصار. أنا عارف هذول حيز، هذول حيز مع الرسول، هذول أصحاب الصحبة الشرعية الحقيقية يا إخواني، ما في كلام، رضي الله عنهم. نعم، ولا يستثنى منهم إلا أفراد معدودين، أفرادا يستثنى، عفوا، أفراد محدودون، مثل رأس النفاق كان منهم هذا، ومثل الحرقوس هذا كما قلنا، رأس الخوارج ومثل قلة قليلة بفضل الله، وإلا ما شاء الله عليهم هؤلاء، ما شاء الله عليهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم، الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري شيخ المفسرين والمؤرخين، روى بسنده في تفسيره بسند صحيح أيضا، ومرة أخرى عن أبي سعيد الخدري، شفتوا العلم كيف بيجي حسب طريقة الصحابي كذا كذا، يروي الأحاديث يعرف، يعني أبو سعيد هذا له طريقة، وأحاديثه سبحان الله تصب إيش في هذا المهيا. نعم، عن أبي سعيد قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية السنة السادسة، نفس الشيء هذا كالحديث الذي قبله، يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم إلى أعمالهم. قلنا من هم يا رسول الله؟ أقريش هم؟ يعني قريش حتسلم إن شاء الله ويصيروا كذا ويصيروا أحسن منا في الأعمال وكذا؟ قال لا، ولكن أهل اليمن، ولكن أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا. فقلنا هم خير منا يا رسول الله؟ يعني نحن نحقر أعمال، لا فهمنا، يعني لهم أعمال ما شاء الله لا تطاق، أعمال كثيرة في الخير، لكن هذا يجعلهم خيرا منا عظم هذه الأعمال وكذا؟ قال لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه، وين يصير خيرا منكم؟ ما ينفع، هم ناس مباركون، النبي قال أعمالهم كثيرة وعظيمة، الإنفاق، الجهاد، الرباط في سبيل الله، ما في كلام، العبادة، الذكر، ما شاء الله عليهم أهل اليمن، قال النبي ما في كلام، لكن لا، قال ليش؟ طيب أنتم معي حيز والناس حيز، خلاص انتهى،
طبعا يا اخي هذا العدل الرباني والله والله العظيم شعر شعر بدني. هذا العدل يا اخواني خلاص، لان الذي اسلم وهاجر وقاتل في مرحله الضعف والذل ليس كالذي اسلم بعد ان عز الاسلام وامن الناس، ما في خوف. هذا اسلم هو خايف، كان ممكن يستأصل، ممكن كذا، ممكن، واسلم مهموش، له مزيه خاصه هذا. لا نسوي بين الناس، حاشا لله، لا الله ولا الرسول يساوي، نحن نساوي. نريد ان نساوي باسم العلم والقواعد التي نقاعدها ونصدقها، شايف كيف؟ قال النبي، عاد اسمعوا الحديث، قال: ما بلغ مد احدكم ولا نصيفه الا ان هذا فصل ما بيننا وبين الناس. ثم تلا عليه الصلاة وأفضل السلام: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، إلى آخر الآية من سورة الحديد. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الفتح هو الحديبية، ويؤكد مرة أخرى على على نبوية وشرعية هذا التقسيم. شفتوا؟ هؤلاء هم الصحابة الشرعيون، وهم حيز المهاجرون والأنصار، ومن تلاهم هم من التابعون، مشروط اتباعهم بالإحسان. فليزن امرؤ نفسه، وليوزن كل من جاء من التابعين بماذا؟ بميزان الكتاب والسنة، بحسب أعماله وما صح من عمله وسيرته. لا نفتأت على أحد ولا يسعدون هذا، وحاشا لله. نعم، إذن فهذا الحديث يلتقي مع الحديث السابقة، يلتقي مع الحديث السابقة. نعم،